ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الأربعاء بالرباط دورة تنصيب الأعضاء الجدد لأكاديمية المملكة المغربية، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لهذه المؤسسة المرموقة في إطار هيكلتها الجديدة. وتميزت هذه الدورة بالرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس لأعضاء الأكاديمية المملكة المغربية، والتي تلاها أمين السر الدائم للأكاديمية عبد الجليل الحجمري. نعود لهذا الموضوع بالتفاصيل في نشراتنا المقبلة.